السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ شيخ اخباركم شباب؟ عساكم طيبين. طبعا انتم شايفين يوميكم ذا ووكن ديد. طبعا اللعبه كانت نازله من زمان على الكونسولز، وقبل فتره نزلت على الاي او اس من زمان، وقبل فتره صارت اللعبه مجانيه بس الابيسود الاول. طبعا انا ان شاء الله راح العب وياكم الابيسود الاول، راح اسوي كذا حلقه حق الابيسود الاول، بعدين احتمال اني ابلش بالابيسود الثاني، بس احتمال لا، لان انا كنت معبي حسابي 20 دولار، بس لما اي اشتري بشتري فيهم يعطيني اسئلة السيكوريتي اللي انا ناسيها، فماني قادر اشتري شيء، فبعدين بشوف حل حق المسألة هذه. اللي عنده حل يا ريت يكتب لي بالكومنت، وممكن انا اكمل الابيسود الثاني. طبعا بالنسبة حق اللي راح يوني راح يقول يعني نبي ماينكرافت، انت ليش مو منزل ماينكرافت؟ انا بنزل ذا ووكن ديد تنويع للقناة، لان انا كله ماينكرافت القناة، وراح اظل ماينكرافت. يعني لا احد يقول ما راح انزل ماينكرافت، اشياء راح انزل ماينكرافت ان شاء الله، بس انا صار لي يمكن اكثر من سنه ونص وانا العب ماينكرافت، سواء بي سي او بي اي. يعني الانسان الصراحه يمل، فراح اكمل، لا تخافوا راح اكمل ماينكرافت بي اي، لكن بنوع شوي بالقناه. واللي مع التنويع يا ريت يكتب لي بالكومنت، واللي مو مع التنويع ايضا يا ريت يكتب لي بالكومنت. فيلا خلونا نبدا الاول، بس خلونا نقصر كنا الصوت عالي شوي. نيو جيم، طبعا انا لعبتها من زمان، لعبتها مكركه، لعبت بس الابسود الاول، فمثل شايفين النيو داي هو بس اللي مفتوح، بعدين كامينج سون. كانوا للحين ما نزلوا الابسود الثاني والثالث، فما يندرى، خلينا نلعب الابسود الاول. طبعا هم على البلاي ستيشن لعبت الدمو، الدمو كان تقريبا جزء بسيط من الابسود الاول. الابسود الاول يعني مو شويه صراحه، زين نسبيا. This game series adapted my channel. Okay. Games present my channel. But my channel got another one. زين خلاص عطني الزبدة. لحظة شوف الصوت عالي عندكم. أيوة. شيء زين، ما نبي الصوت يكون عالي وايد عشان لا يغطي على صوتي، ولا نبي يكون واطي ويعني تصير اللعبة ما لها معنى. Episode 1 A New Day. الجزء الأول يوم جديد. الله، اللغة العربية الفصحى بس. هم الصوت عالي. اوكي. خلنا نقصر بعد، احس الصوت عالي حيل. طبعا اتوقع ان اغلبكم شاف ال اتوقع ان اغلبكم شاف الابيسود 1 سواء على البلاي ستيشن ولا على اي شو اسمه، ان كان طبعا مسوي لها تختيم من زمان وخلصوا الناس اللعبه وما ادري شنو، وانا توني ابدا انزل. Why do you say that? You know what they say about like, والله ما ادري ايش صار اصلا، بس راح اطقه ولا واحده. والله ما أدري إيش قاعد يصير بالضبط، بس قاعد شيء حكي. أنا ما ليش ساكت، مشكلة سريع ما يديني لا تلزم لكم ولا أقرأ. Medical personnel, ماشي. Any of that seem important to you? All of it. That box never shuts up. Sit in this seat and pay too much attention and you'll drive yourself crazy. إنه قاعد يقول أنا ليش ما تروح حق البلاغ اللي قاعد يطلع؟ فقالوا إنه 24 ساعة في بلاغ، ما مثل مرة لازم نروح. You want to know how I see it?
Regardless, could be you just married the wrong woman. اعطيني طقة استجابة غلط. You'll have to learn to stop worrying about things you can't control. والله ركبتر دنيا وناس يا حبيبي. ان شاء الله ما نطول كنا بالسيارة. He wouldn't stop going on about how he didn't do. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. He just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you sit. كاي سولف انه يعني كل المجرمين يقولون انه مانا اللي ذبحت ولا ما سويت شيء وانا بريء. ما ادري صراحة شكله مطول هذا بالسيارة. Stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. He actually believed in himself. نيجي يقولوا من أموال قتلته وهم شافوه يطعن زوجته. ترى بثر يا أخي سولف وايد. قلت ابن يا أخي. حلو 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 بدل اكشن مية مية. خلونا نقصر شوي خلونا نقصر. صار ازعاج ورحنا فيها ما بقي شيء ما طرب ويهي. اوكي مية مية بلشنا باللعب. The Walking Dead Episode 1 A New Day. اوكي زومبيز. اوكي الوقت اللي لما تتكلم فيه بطيء يعني الوقت شوية ما يمديك تفكر شو تقوله لما تختار الكلام اللي تقوله حق الشرطي أو حق أي شخص ثاني. هذه المشكلة ما يمديك تفكر. عطشان ريولة كسرت أو رجولة كسرت تعورت شاب صرت ميت. اوبس يو كان تاتش يا بيل. الشرطي شو اسمه ايه قاعد يقول ان في شيء يسحبه من برا السياره. He's not moving. ميت يعني. You can touch and drag, look around when the arrows in the corner. اوكي يلا يلا قاعد الف. اوكي خلنا نكسر الباب. شنو هذا؟ اوه شدقن. اي معناته كان في سالفة صارت وهم يسحبون. لا خلنا نروح يمين عيل شوف يمكن في شيء هنا. اوه ما اقدر اطلع. اوكي خلاص الجامعة. ايوه بعد ثانية الاخيرة. اوه خلص يلا كافي يا ذيب. طلع الحين بيحاول يطلع روحه من برا الدريشة وهو ريوله مكسورة. فأحذف روحه برا السيارة مثل ما شايفين. ما أدري كم صار لي. ما ودي أطول وايد بس خلونا هني بين هني آخر شيء ونوقف. بس يعني أقصد الحين آخر شيء هذا. اوكي او كنا في شيء بيصير. لحظه ثواني بس خل علي بال اني ما اشوف شيء. اوكي خلنا ناخذ الشوتجن.
اوكي مو راضي ياخذ شوت جان 100 100. اوكي وش لازم اخذ طلقه. اوكي اخذنا الطلقه حلو. ناخذ الشوت جان. طيب لو سمحت عشق يا شرب. هذاك فيلم هندي على ما فيها طلقات. حط الطلقه اللي خليتها. اي الحين لازم يمكن اروح حق الشرطه ياخذ المفاتيح. اوكي كامل المفاتيح. شو لازم اسوي؟ يا قاعد اضغط. يلا خلصنا. افتح القفل. حلو فتح لي ايد الاولى والايد الثانية الحين فتحناها. اوكي 100 100. والله لا شدقن 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 بسرعة شدقن يا حبيبي. لا يا فيلم بسرعة خلص عليه اطلق عليه. ميك مي دو ذس. صار حلو 100 100. ذبحنا الوسخ هذا الشرط. اذر صار له سنه يسولف. لو ما قاعد يسولف كان ما صار فينا كذي الحين. والله في بعد. لا هذه الياهل. اوكي اذا انا طولت بالفيديو احتمال اقصه جزئين ونزل كلام اكثر. يا حبيبي قاعد ياذن. اوكي وين اروح؟ شطال. اوه سلينا ياهين. حلو ريدي مكسوره وما معي سلاح ومتعرشب. يا سلام. لا 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 اجري اجري انجو بجلدك يا رجل. اخي والله ما ادري عبيط ولا يستعبط ولا ايش وضع. يمشي ويقط روحه. يمشي ويقط روحه. الله اوكي حلو. اتوقع ان كذي كافي لهذه الحلقه عشان اذن وعشان طولنا عليكم. ونكمل ان شاء الله بالحلقه بالمقطع الجاي. باكر او باكر ما ادري متى راح اسجل ما ادري. فاقولوا اذا تبوني اكمل السلسله خلص الابيسود 1. وما ادري ايش وضع الابيسود 2 اذا موجود ولا الحين كومينج سون. فما يندرى ما يندرى. كانوا شايفين زومبيز كثرهم وسمعوا طلقات السلاح والظاهر جذبهم الصوت رايح لنا. اوكي حلو 100 100. خلي خلص بس الكاتسين ما يسمونه. ما في احد. اوكي اوكي فبس هذا كان المقطع. اتمنى ان عجبكم. يا ليت تضغطون لايك المقطع وممكن شاكلكم جدا 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 اذا ضغطتم المفضله. لا تنسوا تشتركون في قناتي اذا ما كنتم مشتركين. شكرا على المشاهده. مع السلامه.